عليك عليك انا احبك سنة حلوة يا يلا هو نفس على الصف لاكش عايز يا بنت يا زامل بعد عمو عمو ابي سامع ما بتعرف ضربه ولا جيب لك تطلع البانش ودي انا وعدني شي ثاني لا يا شمعة يا يعرف شو لك شمعة دافعين حقهم كثير هون لا سيريسلي جايز انا ما بدي كنتو ميرسي ايه هذا سؤال يا ضربه ماشي بزق عليه هو مش طبخ ايه ليك هلا بدو هذا ما بي ما بيدخل ودي وقفنا شي ثاني شو في؟ وقفنا هذا الحال فيك وعندك هيدي ليش هلا جيبه هذا بده ياكله كله هلا هلا مش هلا هلا حقيقه بس شوي شو والله هي شو خلص علينا حشيش في كيتشن هون سامع هيك هون يلا لا 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 فكر حالك بسكوت طب ليلى ودي عندنا ودي كيف طلع فيه جاره ليك بس جارتك ما مش ولا لا جارتك اليوم مش ودي مش قادر استقبل انا لحظه انا في افهم ليه تركتوني بلا غدر يعني وينك هو انا كان كارت هبه كان وصل كان حلو قالوا لي قالوا لي قبل سديت شو عيب بليز يقول شيء ما هذا انا انا وش قلت لحظه قلنا لا بس اكيد مش تبع يوبل قال لي طبعا يوبل جورج قال لي طبعا هو بس تغيروا عنا